الالتفاف في مكانها للإمساك بذيلها وتخريب الفناء الخلفي ولعق وجوه الناس أيضاً ومساعدة البشر بعدة طرق. الكلاب لطيفة ومفيدة بقدر ما هي غريبة الأطوار في بعض الأحيان، لنكتشف ماذا تعني عاداتها. لماذا تلعق الكلاب أقدامها؟ هذا مجرد جزء من طقوسها في النظافة الشخصية. يلعق كل كلب بين الفينة والأخرى قدمه للتخلص من فتات الطعام أو ربما عندما تزعجه الأوساخ. ولكن اللعق المفرط قد يكون علامة على إصابة أقدامه بالحكة أو معاناته من آلام. لماذا لا تنظف الكلاب أنفسها كثيراً؟ الكلاب حيوانات اجتماعية بطبعها، وتتحدث إلى أقرب مقربين إليها عبر حاسة الشم في معظم الأحيان. لذا التنظيف المفرط قد يزيل رائحتها المميزة مع قدرتها على الإعلام بوجودهم. لماذا تبدو الكلاب مختلفة للغاية؟ ثمة 340 فصيلة من الكلاب في العالم، وكلاب الكورغي مختلفة تماماً عن كلاب الصيد، ولكن لا ينطبق الشيء نفسه على فصائل القطط مثلاً، لأن القطط لا تخدم أغراضاً معينة، بينما الكلاب تستعمل إما للصيد أو الحراسة أو لرعاية الغنم منذ مئات السنين. لماذا تهز الكلاب ذيلها؟ تظهر هذه الحركة مدى تحمس كلبك، ولكن ليس بطريقة إيجابية فحسب. إن هز الكلب ذيله إلى جهة اليمين، فهو يود التعبير عن سعادته، ولكن إن فعل ذلك إلى جهة اليسار، فهو إما منزعج من شيء ما أو حزين. لماذا تحرك الكلاب أنفها كثيراً؟ يمكن أن يميز أنف الكلب ملايين الروائح، ولكن يمكنه أيضاً تحديد المكان الذي تأتي منه الرائحة. بالأساس تشتم الكلاب بتقنية مكبر الصوت، وكما تحرك أذنيها تحرك أنفها أيضاً لتحديد مصدر الرائحة. لماذا أنفها بارد ورطب؟ العضوان الوحيدان في جسم الكلاب اللذان يتعرقان هما الأنف والأقدام، وعندما تتعرق الكلاب تبرد أجسامها وخاصة الأجزاء التي تفرز العرق. ولكن أيضاً أنوف الكلاب مغطاة بأشياء خاصة تساعدها في تحسين حاسة الشم أثناء تحديد الروائح. لماذا تخرج الكلاب لسانها؟ من الواضح لا يعد فقدان حرارة الجسم عبر الأنف والأقدام كافياً ولو قليلاً بالنسبة لكلب نشط في يوم حار. اللهث مع إخراج اللسان يساعدها في التعويض عن ذلك، فهذه الحركة تخفض من حرارتها. كيف تحمل الكلاب الجراء بين فكيها؟ تلك الجراء في أمان تماماً. رغم أن الكلب يتمتع بفكين قويين وأسنان نابية، إلا أن بمقدوره إغلاق فكيه في وضعية معينة لتثبيت الجرو بإحكام بدون إلحاق أي ضرر به، كما ترخي الجراء أجسامها بعد حملها عن الأرض حتى لا تؤذي نفسها أيضاً. لماذا تنسجم الكلاب مع البشر إلى حد كبير؟ عاشت الكلاب إلى جانب البشر لفترة طويلة، لدرجة أنها عدلت من لغتها حتى تشبهنا. نعرف كيف يبدو مظهر أو صوت كلب حزين أو سعيد، وهي تشبه الطريقة التي يعبر بها الناس عن أنفسهم، ولكنها أقوى، حتى تبدو أكثر وضوحاً بالنسبة لنا، حتى أنها تعلمت تقليد أكثر مشاعرنا تعقيداً. من المعروف أن الكلاب يمكن أن تشعر بالغيرة. لماذا تميل الكلاب برأسها عندما نناديها باسمها؟ رغم أن الكلاب تتمتع بحاسة سمع دقيقة، إلا أنها لا تلتقط الأصوات بدقة، كل ما يهمها نبرة الصوت. تميل برؤوسها حتى تلتقط أصواتاً معينة نصدرها عندما نناديها أو عندما نقول كلمات من قبيل امشي، لعبة، مكافأة، أو الكلمة المفضلة لكلبي البسكويت. لماذا تكشر الكلاب عن أنيابها عندما تكون هادئة ومرحة؟ مجدداً أمضت الكلاب عدة قرون في تعلم لغتنا. ليس للكلاب الكثير من تعابير الوجه، ولكنها تعرف أن الضحك علامة جيدة، لذا تسعى جاهدة لتقليدنا. لماذا لا يمكن للكلاب رؤية الألوان؟ هذه مجرد خرافة، إذ أنها قادرة على ذلك في الحقيقة، ولكن ليس جميعها. لا ترى الكلاب تدرجات اللون الأحمر أو الأخضر، ما عدا الأزرق والأصفر والرمادي.
تبدو لها الأشياء الحمراء رمادية ضاربة إلى البنية، والأخضر أقرب إلى الأصفر. لماذا لا يمكن للجراء سماع الأصوات إثر الولادة مباشرة؟ تولد الجراء ناقصة النمو وتعتمد بالكامل على رعاية أمها مثل البشر تقريباً. تحتاج أدمغتها إلى النمو قبل أن تكون قادرة على السماع والرؤية دون إحداث ضرر، لذا يجب أن تكون أعينها وآذانها مغلقة أثناء الأسابيع الأولى من حياتها. لماذا الكلاب سريعة جداً؟ تتمتع أكتافها بمرونة أكبر بكثير، وتحيط بها الكثير من العضلات أيضاً لأنها لا تملك عظام الترقوة. لدى أسرع فصائل الكلاب سيقان عضلية طويلة وأجسام طويلة ورفيعة ورؤوس حادة تمنحها كافة شكلاً إيروديناميكياً، مما يضيف إليها المزيد من السرعة. لماذا الكلاب ماهرة جداً في الحراسة؟ يمكن للكلاب سماع أضعف الأصوات حتى على بعد 24 متراً، وحاسة الشم حادة جداً لدرجة أنها قادرة على إعلام أصحابها بوجود الغرباء دون رؤيتهم حتى. إلى جانب ذلك، يمكن أن تبدو الكلاب مخيفة حتى بدون أن تكون غاضبة في الحقيقة. يمكن للراعي الألماني النباح بصوت عالٍ كبوق السيارة. لماذا تنبح الكلاب؟ بينما تفضل أسلافها من الذئاب العواء والهدير، اختارت الكلاب الولولة والنباح لأنها الطريقة الأسهل للتواصل مع الناس. فالأصوات العالية والحادة تلفت انتباهنا، النباح القصير والعميق والعالي ينبهنا بشكل أفضل من الهدير. كلاب الباسنجي هي الفصيلة الوحيدة التي لا يمكنها النباح على الإطلاق. لماذا تنزعج الكلاب من الموجات فوق الصوتية إلى هذه الدرجة؟ يمكن للبشر سماع الأصوات لغاية 20,000 هرتز، ولكن يمكن للكلاب سماع ما يصل إلى 60,000 هرتز. عندما تكون الأصوات أقرب إلى النطاق السمعي الأعلى بالنسبة لها، تصبح مزعجة، ومع ذلك لن تلاحظ حتى ما يزعجها. لماذا يقولون بالإنجليزية السماء تمطر كلاباً وقططاً للإشارة إلى المطر الغزير؟ ربما تتأصل هذه العبارة من الأساطير القديمة، ففي بعض كتب الفنون الشعبية تقترن الكلاب بالعواصف وآلهة البرق، والمشعوذات التي يحلقن في الرياح العاتية يمكن أن يتخذن شكل القطط، ولكن هذه المعاني قد ضاعت في الترجمة. لماذا اختيرت الكلاب للسفر إلى المدار؟ لهذه المهمة تم اختيار عدد من الكلاب الضالة السليمة لتدريبها. اعتبروا أن الكلاب أكثر تكيفاً، ويمكنها الوثوق بالبشر بما يكفي لاجتياز جميع التدريبات الصعبة والاختبارات قبل الرحلة. لماذا الكلاب المرشدة بارعة في عملها؟ فقط لأنه يمكن تدريب الكلاب لأبعد مستوى، فأذهانها مرنة فعلاً، ومعظم الكلاب تعيش حياتها بفكرة عن وظيفتها المفضلة. 20% فقط من الكلاب المدربة سينتهي بها الأمر في العمل ككلاب مرشدة، وهذه الوحيدة التي تحب القيام بذلك. لماذا لا يمكن للكلاب تحمل الشوكولاتة؟ ستبهجك الشوكولاتة وتشعرك بالحيوية والنضارة لأنها تحتوي على منبهات، لكن هذه الأشياء قد تكون مضرة بالكلاب لأنها قوية جداً على أجسامها. امنح كلبك نوعه الخاص من المكافآت. لماذا نسمي الأيام الحارة أيام الكلاب؟ ليس لأن في أيام كهذه لا يمكن للبشر سوى محاولة الاسترخاء والتقاط أنفاسهم فحسب، بل لأنه أيضاً في أواخر يوليو نجم الشعرى اليمانية واضح جداً في السماء الليلية، وهو موجود في كوكبة الكلب الأكبر. لماذا تشعرنا مداعبة الكلاب بالهدوء والاسترخاء؟ للبشر والكلاب الطريقة نفسها في تكوين رباط وثيق مع بعضهم البعض. عندما تداعب كلبك، يشعر بالهدوء والأمان ويحصل على الاهتمام الذي هو في أمس الحاجة إليه، وبالتالي ستشعر بالطريقة نفسها، فهذه الممارسة تهدئ من أعصابك وتشعرك بحال أفضل بشكل عام. لماذا تحب الكلاب الألعاب التي تحدث أصواتاً حادة؟ عندما يقوم كلبك بعصر لعبة تطلق أصواتاً، يشعر بردة فعل فورية لعضته، صرخة حادة. يشعر الكلاب أيضاً كالصيادين الذين نجحوا في اصطياد فريستهم عند فعل ذلك.
لماذا تلتف الكلاب في مكانها قبل الاستلقاء على هذه الأرض؟ هذه غريزة عريقة تحتاج الكلاب إلى تسوية الأرض والعشب في منطقة تود الاستلقاء فيها، وبالتالي ستعلم الكلاب الأخرى أن هذا المكان مشغول. لماذا تطارد الكلاب ذيلها؟ الكلاب نشطة للغاية ومليئة بالحيوية بطبعها، وخاصة الجراء. لديها خبرة ضئيلة للغاية ولا تعرف كيف تخفف من حاجتها إلى الصيد وجذب اهتمام الناس. محاولة مطاردة ذيلها تبدو كحل مثالي بما أنه متوفر على الدوام. لماذا نطلق على النقانق تسمية هوت دوغ أو الكلاب الساخنة بالإنجليزية؟ يتأصل هذا الاسم من نقانق الكلب الألماني داسكاند التي تستعمل في تحضير النقانق. بعض الناس لم يتمكنوا من نطق داسكاند بشكل صحيح، وللترويج لهذا المنتج استبدلوا هذه الكلمة بدوغ أو كلب. لماذا على الكلاب مضغ كل شيء؟ الكلاب وخاصة الصغيرة منها تشبه البشر تماماً، فضولية حيال كل شيء. ولكن بينما يلمس الناس الأشياء بأيديهم، ليس لدى الكلاب سوى أفواهها. إلى جانب ذلك، تود الكلاب بطبيعة الحال أن تكون بين مجموعات، وتشعر بالقلق والتوتر عندما تترك وحيدة، ويعد المضغ مخففاً للتوتر. لماذا تهوى الكلاب دفن العظام ومن ثم إعادة دفنها؟ بالنسبة للكلاب، تعد العظام مصدراً جيداً للطعام في المواقف العصيبة، ويجب أن تكون مستعدة لها على الدوام. إن كانت العظام مطمورة تحت الأرض، لن يفتكها منها حيوان آخر، وإن دفنتها بشكل متكرر، لن يتسنى للجراثيم تحت الأرضية الوقت لتناولها. لماذا تعوي الكلاب عند سماعها الموسيقى؟ أسلاف الكلاب من الذئاب مشهورة بالعواء بشكل جماعي. هذه طريقتها للتواصل فيما بينها. لا يزال هذا السلوك متجذراً في أذهان الكلاب، وربما لا تعرف حتى لما تفعل ذلك وتصدر أصواتاً حادة، ولكنها تشعر كأنها ملزمة بفعل ذلك. مهلاً، ربما تود الغناء فحسب. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.